فيها، دول خاطرين السنة، أهل سلطة، أهل دولة، أهل حكم. يعرف هذا مشهور يعني، يقول لك الشيعة مال لطم مو مال حكم. أنا شو عليه؟ لطم مو مال حكم. الشيعة مال لطم مو مال حكم. مش عايزين يستنسخوا حمير. فسروا أفكارهم حتى إذا نيل أبني لو حيوصل البلد كدائي. تمام. قلنا لا تجادل ولا تناقش يا علي، اتخرج بقى، ولك علينا السمع والطاعة.